يعطيكم العافية جميعا، وأهلا فيكم بمصنف الرياضيات الهندسية. ورح نبلش بدايتنا ب What is a matrix. فقبل ما أبلش حابب أسأل، في حدا بيعرف شو يعني matrix؟ Anybody؟ أي حدا؟ شات، كتابة، مايك، شو يعني matrix بالعربي على الأقل؟ خلاص تمام، ماتريكس هي زي ما احنا نعرف يعني مصفوفة، اللي هي بناء رياضي بيكون شكله هيك. احنا عندنا هذول 2 سكوير براكتس وفيهم مدخلات A B C D E F على سبيل المثال. هلا بالماتريكس هاي حدا عمره خطر على باله سؤال، ليش احنا بندرس ماتريكس او ليش الماتريسيز انوجدت؟ فعشان اجاوبك على هذا السؤال، فالماتريسيز زي ما احنا نعرف اخذنا بسطح 11، اخذنا بانه مثلا احنا عملنا احصاء. لما نعمل احصاء في عنا داتا 1 2 3 4 5 6 7 وما الى ذلك، هاي بسموها بالاحصاء رو داتا. عشان نرتبها نعرف نتعامل معها نحطها ببناء رياضي زي المصفوفه. سبب اخر لوجود المصفوفات اللي هو مثلا احنا كلنا بنعرف، انا طبعا عشان تعرفوا بكتب بالماوس، ما عنديش القلم فالشيء حيكون برزه، لكن حاول اضبط قصارى جهدي ان شاء الله. مثلا احنا كلنا نعرف المعادله 2x زائد y مثلا بتساوي 7، 3x ناقص y بتساوي 8. هاي المعادله هذا هو عباره عن نظام معادلات خطيه بتكون من معادلتين خطيات، هاي وهاي. ف عشان نحلهم احنا نقدر نحلهم بالحفظ والتعويض بكل سهوله وبنخلص مباشره، ولكن لو انا كان عندي زي هذا النظام فيه 10 متغيرات و10 معادلات، هل حاعد اضرب بماينس بلس ماينس واظبط واعدل واعمل وما الى ذلك عشان احل؟ لا، بمسك وبحولهم لمصفوفات. هذا الحكي رح نتطرق له بنهايه هذا الشابتر ان شاء الله. فعشان هيك what is a matrix، فالماتريكس هي باختصار شديد هي بناء رياضي بيكون رمزه مثلا M ويحتوي على I هاي I و J وبيكون جوا square brackets، بحيث انه ال I وال J، ال I هي عدد الصفوف وال J هي عدد الأعمدة. وعندنا مصطلح مهم جدا اللي هو I cross J، هذا اسمه الـ order of a matrix، اللي هو الـ order للmatrix اللي أنا عندي إياها هو I cross J. فـ how to designate a matrix، بكل بساطة الجواب إنه أنا بحكي هيك، بمسك A I J على فرض إنه الـ I هي رقم الصف والـ J هي رقم العمود جوا هذا التنتين M cross N. شو يعني؟ يعني أنا بمسك الشكل العام للمصفوفة على سبيل المثال هو A 1 1، صف أول عمود أول، A صف أول عمود ثاني، لحد 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 وين؟ M cross N، يعني عدد الأعمدة اللي أنا معي هو N، فإذا A 1 N. هاي فاهمينها؟ واضحة ليش؟ إنه ليش 1 N؟ لأنه أنا عندي عدد الأعمدة هو N، وهي هاي الأعمدة هيك، فأقصى عدد من الأعمدة عندي هو N، فإذا A1N هو العنصر بالمد الصف الأول العمود الأخير. ورح نستمر هون، إحنا حكينا أقصى عدد من الصفوف هو M، فبالتالي AM الصف هذا هو العمود الأول، فبالتالي AM1. وهذا الحكي رح يستمر لحد ما نوصل AMN، فبالتالي هذا هو الشكل العام للمصفوفة. وبنقدر نستنتج انه احنا عندنا الـ i بتاخذ قيم اكبر او تساوي 1 اقل او تساوي n، والـ j هي 1 اقل اكبر او اكبر او تساوي 1 واقل او تساوي n. هيك احنا فهمنا كيف المفروض، يعني ان شاء الله فهمنا كيف بيكون الشكل العام للمصفوفة. هلا لو اجينا لسؤال، بتمنى انه حدا يجاوبني، لو فتح المايك، لو كتب على الشات، لو اي شيء. امتى بيكون عندنا two matrices are equal؟ امتى ممكن مصفوفتين يتساووا؟
انه اكيد هذا حكي اخذته، فحدا بيحب يحكي سواء كتابة او سواء يفتح المايك، المايك معه. تمام، احكي انا نو بدي از ويلينج تو سبيك. تمام، فعشان لما تكون مدخلات المتناظرة متساوية، صحيح بالضبط 100%. زائد كمان اشي اخر اللي هو اللي لما المدخلات المتناظرة بتساوي بتأدي انه الاوردر نفس الاشي، لازم الاوردر يكون نفس الاشي والمدخلات المتناظرة متساوية. ف باختصار شديد احنا عندنا اللي هو لما يكون ام كروس ان للمصفوفة A بيساوي ام كروس ان للمصفوفة B، زائد احنا حكينا الشكل العام للمصفوفة هيك A I J، لأن المدخلات هي المصفوفة A M في N، بتساوي اللي هو B I J M كروس N. هذا هو لما يكون مصفوفتان متساويتان. الآن راح ننتقل لزميلي محمد فقهاء. في عنا سؤال على اللي هو، في عنا سؤال على أنت هو تساوي مصفوفتين، حيحكي لنا عنه عشان نحله. فنبلش محمد، افتح الكاميرا من عندك. ماشي. يعطيكم العافية جميعا، مساء الخير. شوي خير للجميع. زيدان كيف الصورة هيك صورتني؟ ممتاز جدا، انطلق. طيب زي ما حكى هسه زيدان، التو ماتريكس وين انت بتساوي لما يكون لهم نفس الاوردر، ولما يكون القيم المتناظرة متساوية. هسه هون زي ما شايفين نفس الاوردر 2 في 2. محمد بس شوي شوي عشان الصوت كان بقطع، بس شوي شوي. هسه بدنا معنا انه طيب اعيد. طيب تمام، انطلق، بس اهم شيء انه النت يكون وضع تمام. نعتذر على هون زي ما زيدان حكى انه تو ماتريكس وانت بتساوي المهم نفس الاوردر، وهون نفس الاوردر نيجي نبلش ناخذ من هون اللي هي A11 مع A11 من اللي محمد الصوت راح، الصوت عندك راح، انت فصلت المايك عن اللابتوب. تمام، هو اكس تربيع بلس 2000 اكس بتساوي 2001. طيب كيف نحل؟ هل هي معادلة تربيعية؟ اكس تربيع بلس 2000 اكس ماينس 2001 بيساوي صفر. بنحللها عادي، اكس اكس بلس 2000. محمد بس الصوت في عندك شوي خلل فيه. تمام، هون ماينس جاهز. ناخذ اللي هو A21 اللي هي جذر الاكس تربيع
صحيح. وهناك بتساوي القيمة بتاعتها اللي هي هاي شو معناها؟ ممكن محمد ممكن تفصل المايك عن الجوال؟ ماس ممكن تسمع اللي 2000 ألف إيه؟ هاي المعادلة سين هفل لنا هي بتصير استربي زد فين إكس موقف فين وواحد بتساوي سير نفس الإكس بتساوي سير 2001 أور إكس بتساوي واحد وأر إشي هم عطينا هو لين إكس استربي بتساوي إكس أر إشي معنا لين الإي هو إكس وعن بتساوي إكس ايش هي نفسها لين مع الاي بتروح بتصير اكس عادية اكس بتساوي اكس يعني اخر شيء هون اللي هي بتساوي اكس يعني اي قيمة ما بتصير طلعت لنا قيمة اكس اللي هي كاكس بتساوي سال 2001 واكس تساوي واحد ولا تحكوا هاي مع اللي هي القيمة مطلقة للاكس بتساوي سالب اكس لو نقول هاي إكس تساوي 2001 الكل مطلقة إلى اللي 2001 بتساوي اللي هو سالب 2001 من واحد مضبوط وتحط هاي المعادلة. أما لو جينا ناخد كل إكس التاني اللي هي إكس تساوي واحد فبتصير عنا واحد بتساوي سالب واحد فما بتحط معادلة ما تو بتهاش منها اللي هي إكس تساوي واحد قيمة اللي بتطلع لنا ل x بتساوي سالب 2001 هيك جاوبت السؤال. شكرا لك محمد. فخلينا اللي هو بدي حب اسألكم سؤالين حسب ما شفتوا السؤال اللي هون هيك الصورة واضحة حسب ما لاحظتوا احنا كل عنصرين متناظرين سويناهم ببعض حليناهم كمعادلات فطلع لنا إجابات. فلما لاحظنا إنه المعادلة الأولى كان لها حلين المعادلة الثانية كان لها حلين مختلفين ممكن حمد تفصل المايك عند الجوال. تمام. فرسلنا محمد فإحنا شو عملنا إحنا أخذنا التقاطع تقاطع الحلول للمعادلة الأولى مع تقاطع الحلول للمعادلة الثانية مع تقاطع الحلول للمعادلة الثالثة مع تقاطع الحلول للمعادلة الرابعة وجواب التقاطع طلعنا اللي هو سالب 2001. هذا السؤال إجابي assignment الأولى لمادة differential الفصل الثاني. فهي هيك فقط الـ equal بس نساوي هالمعادلات نأخذ تقاطع الحلول وبطلع الجواب معنا جاهز. هلا نرجع للإشي اللي عندنا هون screen 2 رمس محمد نرجع هون محمد زبدة تقدر تفصل الكاميرا. هلا عنا بعديها نروح ل addition و subtraction اللي هو جمع المصفوفات وطرحها. بس ثواني فهلا احنا بدنا اللي هو نروح لجمع المصفوفات. جمع المصفوفات كيف؟ احنا عنا مثلا المصفوفة واحد 2 3 4 والمصفوفة 1 1 1 1. أول إشي عشان قبل ما نجمع في شروط لازم تكون متوفرة اللي هو زي ما حكينا قبل شوي الأوردر. الأوردر هذا إشي كتير مهم لازم الأوردر يكون الاثنين نفس الإشي وخلص وبعديها الخيار مفتوح نتوكل على الله. شو بنعمل؟ العناصر المتناظرة بنجمعها مع بعضيها 1 زائد 1 بتساوي 2 1 زائد 2 بتساوي 3 و3 زائد 1 بتساوي 4 4 زائد 1 بتساوي 5. هاي يعني خلص سؤال زي هيك هذا الأجمل منه إذا بيجي بامتحان. هلا هاي هو الجمع. هلا نروح لموضوع تاني اللي هو إيش الطرح. إحنا أخذنا من قبل سابقا إنه الجمع يعرف على الطرح. فمثلا أنا أخذت المصفوفة هاي 1 2 3 4 ناقص المصفوفة هاي 1 2 2 2
هلا فعليا هذا الاشي اللي هو محطوط هو عبارة عن سالب واحد ضرب المصفوفة هاي اللي نسميها على سبيل المثال بي. هلا احنا لسه ما تطرقناش لموضوع الضرب وبشكل خاص هون اسمه هذا سكيلر مولتيبليكيشن، ولكن خلينا من هلا نعتبرها انه السالب لما نضربه بنضربه فعليا بكل عنصر بالمصفوفة، فوكأنها بتتحول لزائد سالب 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 سالب، ونرجع لجمع مصفوفات عادي اللي هو صفر صفر واحد اثنين. لحد الآن كله تمام؟ في أي استفسار أي مشكلة؟ any problem nothing so far؟ تمام. هلأ بعديها في عنا عدة خصائص للجمع لازم إننا نعرفهم. Properties of the addition operation on matrices. هلا أول إشي حابب أسألكم، كنتم تقولوا لي أنتوا يا إما بتعملوا raise hand أو بتفتحوا المايك أو بالشات بتقولوا لي هل B زائد A بتساوي A زائد B؟ Yes or no؟ بدي حد يجاوب. Anybody؟ صحيح، شكرا لك، شكرا لك عشان مشاركة معنا. اللي هو هاي اسمها الخاصية commutative اللي هو انه تبديلي، they commute commutative. هاي اول خاصية معنا انه الجمع هو تبديلي. نروح للخاصية اللي بعديها اللي هي انه A زائد B زائد C. لو حطينا الأقواس هون وهاي راح تساوي A زائد افتح القوس B plus C. فهاي راح هاي اسمها الخاصية هي associative اللي هي التجميعي. هلا عندنا بعديها لو سألنا سؤال A plus 0 A plus 0 بتساوي A، في حدا ممكن يقول لي هذا الصفر هو عبارة عن إيش؟ هل هذا هو الصفر إنه زي ما إحنا بنحكي صفر، ولا هل هو بيعبر عن إشي تاني؟ ممكن حد يجاوبنا؟ زيرو ماتريكس. صحيح بالضبط. شو هي زيرو ماتريكس؟ هي ماتريكس بيكون الأوردر تبعها نفس المصفوفة A وكل مدخلاته بتساوي زيروز، يعني باختصار شديد هو كأنه A I J بتساوي زيرو for all A I J اللي هي. فطبعا A plus زيرو بتساوي A، وإحنا حكينا بخاصية سابقة إنه commutative، بالتالي هذا بيؤدي انه 0 plus a برضه بتساوي a. هلا بعديها بدي اسال سؤال. هلا هل كل كيف نعبر عن هذا السؤال كالتالي؟ انا عندي المصفوفه a، هل انا بقدر الاقي مصفوفه اضيفها لها عشان يعطيني 0؟ وطبعا هذا الزيرو 0 زي ما اتفقنا من قبل هو 0 ماتريكس. فهل راح الاقي هذا الماتريكس هل راح اقدر الاقي هاي الماتريكس A؟ Yes or no؟ هل في ماتريكس لما اجمعها للماتريكس A بتعطينا الزيرو ماتريكس؟ ماينس A بالضبط، شكرا جزيلا. اللي هي ماينس A A A بلس ماينس A بتساوي زيرو ماتريكس، ونفس الشيء ماينس A بلس A. هاي هي خصائص الجمع identity، وهذا الشيء هاي الزيرو اللي هون اسمها identity، بعتذر كمان مرة على خط على الخط، وهي اللي هون اسمها الانفرس. طبعا عشان نكون more precise اللي هي هذا اسمه additive inverse، لانه بالmultiplication في inverse اخر راح نشتغل عليه كثير وراح نحبه. فهذه هي خصائص المصفوفات. هلا في عندنا سؤال على العمليات على المصفوفات، راح ننتقل الآن لزميلي محمد. محمد ممكن هلا تفتح الكاميرا من عندك عشان السؤال الخاص بجمع المصفوفات. نعمل ستوب شيرين ونروح لمحمد. اوكي افتح المايك خلاص، ممتاز. السؤال هيك، السؤال هيك واضح.
بالداخل هو أساس الكتاب. معناها تو ماتريكس إيه هي؟ الـ R هون 3 2 كوحدين بحلفاين ماتريكس تي اتش ذا 2A بلس B ماينس D 3 بلس 2 0 ماتريكس. يعني ما آخر حال كلمتين بلس B ماينس D تساوي ماتريكس اللي هي صفر 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 صفر. طيب حصل من كيف شو الأرض دي؟ شو حتى الأرض دي المفروض عارف شو الأرض دي؟ انت مش حاطط المصفوفة دي، مش مشكلة. بدك من أرك المصفوفة دي؟ الأرض دي راح تطلع لي. السلام عليكم. ثلاث اثنين شان في الجامع الطرح ما بتقرش الأور إنها فبصعنا هيك اثنين بس هي ماس اللي هو زيرو ماريكس بس عندي لين أديها لها ايه وبيعطيني هون بصير عندي بس في اللي سالب من صفر واحد أربعة سالب عشرة اللي هو ماس زيرو 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 بتدي لنا بس هون بضلنا هي هو جمع وطيح وسكا بتطلع عندي بنت الماكس دي نعمل اللي هو هون نصير اثنين نضرب اثنين كل مدخل المصفوفة نضربها بين نسي أربعة عارم اثنين أربعة زائد سالب اثنين صفر واحد أربعة سالب سبعة خمسة وما بنعرف الزي ماتريكس هي أن أيدنتي فما بتقدر على الطريق يعني ما بتقدر على هون سالب هي يوتي خمسة أربعتاش سالب تسعة وتسعون هاي هي ماتريكس. شكرا محمد. جاهز حد عنده عين على السؤال؟ في حد عنده استفسار بخصوص هذا السؤال؟ هو فعليا بس عبارة عن تعويض وبنقل يمين شمال وخلصنا، يعني ممكن تقول انه هذا ممكن اصلا يجي على الاديتيف والمولتي والسبتراكشن. فأي استفسار أي شيء؟ أوكي باك تو لاين نرجع على النوت أوكي تمام هلا راح ننتقل ل اسمه محمد مصطلح آخر الصوت بقطع وتقريبا في مشكلة بسيطة فيما يتعلق بالإنترنت ولكن لا تمام بس رجعت انت زائد انتبه انه ضايل 6 دقائق ان شاء الله شكرا جزيلا على التنبيه احنا تقريبا بمجرد ما يخلص هذا اللقاء رح يزلنا فقط ثلث ساعة من اللقاء اللي بعده فاذا بتحبوا كملوا معنا هلا خلينا نشد الهمة رح نروح لمصطلح ثاني اللي هو the transpose of a matrix شو يعني transpose كلمة transpose بالعربي بكل بساطة معناها مقلوب فانا هاي المصفوفة بدي امسكها واشقلبها كيف يعني؟ أنا عندي طبعا أول شيء رمزها هي D superscript T A transpose هذا هو رمزها فأنا عندي المصفوفة مثلا A B C D لما أخذ الترانسبوز تبعها راح تساوي راح نطلع هون بمسك الصف بحوله لعمود فبالتالي هاي الـ AB راح تصير هيك AB بعديها كمان مرة A B C D بقى كمان الصف بحول العمود C D هلا لما نلاحظ هون المصفوفة أنا اشتغلت مصفوفة مربعة بس بدناش نكتب هون اثنين باثنين عفرضا هاي الأوردر تبعها M cross N
ممكن حدا يقول لي شو الاوردر تاع الاي ترانسبوز لما انا امسك صف واعتصب عمود، فشو راح يصير للاوردر للمصفوف الناتجه؟ كم حيكون ان كروس ان؟ شكرا لك يا ياسمين. ان كروس ام صحيح. وفي كمان ملاحظه بنقدر نلاحظها بالترانسبوز المصفوفه، في اشي ما بتغير، في اشي بضل مثل ما هو. يعني اذا بتلاحظوا حجاوبكم انا بشكل سريع، هلا الاي هون موقعها هيو ضلت هون، الدي ضلت هون، ولكن اللي تغير القطر اللي هو اسمه مين دياجونال. المين دياجونال بالترانسبوز بضله مثل ما هو. شو هو المين دياجونال؟ اللي هو كالتالي، انا عندي مصفوفه خلينا نقول 3 ب 3، 1 2 3 4 5 0 0 شو هي 6 4 7 1 3. المين دياجونال بكل بساطه معناها هي القطر الرئيسي، والقطر الرئيسي ببلش من المدخل A11 وبيستمر هيك، هذا هو القطر الرئيسي. في عندي سؤال لكم، بتمنى الكل يحاول يجاوبه سواء بريز هاند او اي شيء. هل المين دياجونال القطر الرئيسي بس بيكون موجود بالمصفوفه المربعه، ولا ممكن يكون موجود بمصفوفه غير مربعه؟ لما احكي مصفوفه مربعه يعني ابعادها ام في ام، يعني 3 في 3 ام في ام 3 في 3. ياسين تحكي بس بالمربعه، في حد عنده راي اخر؟ في حد بيقول شيء غير هيك؟ يعني بدي اي حدا، هل المين دياجونال فقط بكون بالمصفوفه المربعه ولا لا؟ تن 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 مع ياسمين دائما مربعه صحيح. والله للاسف اخيب ظنكم، لان انا برضه دورت عليها بشوي، فعليا المين دياجونال بيكون موجود باي مصفوفه وهيك بيطلع. مثلا انا اخذت المصفوفه هاي 1 2 3 4 5 7 7، بهاي المصفوفه هاي المين دياجونال بيطلع هيك 1 5، ما فيها اي مشكله، هذا هو المين دياجونال القطر الرئيسي. فممكن المين دياجونال يكون موجود بالمصفوفه الغير مربعه، مش الشيء المهم، بس انه دورت هيك جربت اشوف. فلا عن جد ممكن يكون موجود المين دياجونال مصفوفه غير مربعه، مش شرط انه يكون ماشي على كل القطر وكل العناصر. ففقط هذه هي. هلا في عنا بترانسبوز في عنا خصائص معينه، والله خصائص تمام. اللي هي كالتالي، هلا احنا حكينا اخذنا الجمع تمام، مصفوف A زائد B وترانسبوز، في حدا بيعرف هذا كم بيساوي او كيف او شو بنعمل كيف بيطلع ما الى ذلك؟ هلا هذا فعليا ترانسبوز، الجمع بتوزع بصير A transpose زائد B transpose. فاحنا لما نجمع مصفوفتين ناخذ transpose، فيش داعي ناخذ transpose لهي transpose لاجمعهم، نجمعهم وباخذ transpose مباشرة. هاي هي أول خاصية. الخاصية الثانية اللي هي C طبعا هون رح نتفق إنه C هو رمز ل scalar. شو يعني scalar؟ يعني أي رقم بينتمي ل R، الست R 1 2 3 نص ربع باي مليون ما إلى ذلك. C ضرب A الكل ترانسبوز، في حد يعرف كم بيساوي؟ هلا بما انه C هو سكيلر، فانك انت تاخذ ترانسبوز للسكيلر يعني ايش معناها؟ اعكس الصف بعمومه، هو حاله بحاله يعني مش عامل شيء. فبالتالي هي C في A ترانسبوز، وهذا الاشي تقريبا منطقي. ليش؟ لانه لما احنا نحكي سي في اي، يعني انا حمسك المصفوفة واحد 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 واحد، حضرب سي بكل عنصر فيها، هيصير سي 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 سي. هذا خربتها، خلينا هون حطهم اثنين حطهم اثنين. فلما نعكسها حتصير سي تو سي سي تو سي، وبامكاني اخرج السي عامل مشترك اطلع برا، هتصير 1 1 2 2. ال 1 1 2 2 هي الترانسبوز للمصفوفة A، والسي طلعت برا، تلعبنا فيها يمين شمال فوق تحت. فالمصفوف
السكيلر ما بتأثر بالترانسبوز أبدا. تمام. نخش على اللي بعده اللي هو إن لو أنا مسكت مصفوفة A، هاي المصفوفة A أخذت الترانسبوز تبعها. طيب شو يعني أخذت الترانسبوز تبعها؟ يعني عكست الصف مع العمود. رديت كمان مرة. يعطيكم العافية مرة أخرى. زي ما حكينا سابقا لما أنا أخذ الترانسبوز المصفوفة وأرد أخذ كمان مرة زي وكيني باك الصف مع عمود، برد باك الصف مع عمود كمان مرة، فراح أرجع لنفس المصفوفة. هذا هو كل ما يتعلق بالترانسبوز، خصائص الترانسبوز وهي الخزعبلات اللي عندنا. الآن راح ننتقل لإشي كتير مهم وكتير ممكن يتلعبوا فيه بالأسئلة، أو يعني إنه في عليه كم أسئلة رهيب، اللي هو special types of matrices، اللي هو أنواع معينة من الماتريسيز. يعني هي بالنهاية كل هاي ماتريسيز، بس هاي الأنواع ممكن تسهل علينا شغل لقدام، يعني في غاية منها إشي أكيد، مش عبثي حيكون الإشي. فرح نبلش، رح ننتقل ل مثلا محمد. أول نوع، أول نوع هلا ممكن حدا بس بشكل بسيط يقول لي هاي المصفوفة شو أبعادها أو الأوردر تبعها؟ عفوا ممكن يكتبين على الشات، شغل ما يكتبين إيش الأوردر لهاي المصفوفة. واحد في ثلاثة. شكرا، شكرا على السرعة في حساب رهيب. هاي المصفوفة أبعادها واحد في ثلاثة، اللي هو باختصار شديد هون n عدد الأعمدة بتساوي 3. فلما تكون المصفوفة أبعادها واحد في n، وهل هذا هو، هذا يعتبر صف، صف واحد، هاي اسمها رو فيكتور. مش يعني مش هي ماتريكس وبنفس الوقت صار اسمها رو فيكتور، ليه؟ لأنه هي بعد واحد. وبنفس الاشي بنفس الطريقة لو رحنا للمصفوفة هاي واحد اثنين ثلاثة، أبعادها هي ثلاثة في واحد يعني M في واحد، بالتالي هاي هي عبارة عن صف واحد، هي عبارة عن فيكتور، عفوا كولوم فيكتور، متجه عمودي، متجه عمود نقدر نسميها بشكل بسيط in other words. فهي أول نوع أو أول نوعين، أو إنه فيكتور يعني رو فيكتور كولوم فيكتور. هلا رح ننتقل لإشي بس سلف على ذكري سابقا اللي هو زيرو ماتريكس، اللي رمزها هو بيج زيرو زي هيك. الزيرو ماتريكس زي ما حكينا هي مصفوفة M كروس N، بحيث إنه كل مدخلة فيها هي أصفر. واللي حكينا برضه ذكرناها سابقا هي الاديتيف ايدنتيتي، لما اجمع اي مصفوفه لإلها من نفس الاوردر حترجع المصفوفه نفسها. في كمان مصطلح ثاني اللي هو هاي، بس ثواني اعمل هالشغله بسيطه. اوكي ممتاز، نرجع. لو جينا لهاي، هاي اللي هون هلا هاي رو فيكتور زيرو ماتريكس، وإلها اسم تاني اللي هو رمزه هيك زيرو فيكتور، زيرو فيكتور، سواء كان صف سواء كان عمود ما في أي مشكلة أبدا. نروح لكمان نوع مشهور اللي هو تقريبا أغلب شغلنا حيكون، اللي هي سكوير ماتريكس. مش عارف خطي كيف هذا النص غريب. السكوير ماتريكس هي بكل بساطة بنرمز لها بالرمز N cross N الأوردر تبعها. عشان نحكي لو مثلا أنا رحت لهي المصفوفة واحد 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 واحد، هلا هي عبارة عن 2 cross 2. بما إنها سكوير ماتريكس، أنا ليش أغلب حالة وأحكي الأوردر تبعها 2 cross 2، أنا بسميها بشكل بسيط سكوير ماتريكس of order 2. بس هيك خلص order 2، معناته هي عبارة عن matrix square 2 cross 2 فقط لا غير. وهي طبعا راح نشتغل عليها كثير، سواء بالdeterminant سواء بالinverse وما إلى ذلك. هذا ما يتعلق بsquare matrix. هلا في عنا كمان نوع، إذا بتلاحظوا هاي المصفوفة، هلا حكينا square matrix، هلا square matrix الحلو فيها إنها تتفرع على أنواع تانية، بتضل اسمها سكوير ولكن فيها خصوصية أكثر. مثلا أنا رحت لهاي المصفوفة،
واللي عملته كالتالي، حطيت أنا هون واحد صفر 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 اثنين صفر 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 ثلاث. هاي نعمل هايلايت، هذا هو المين دايجونال حكينا فيها حش على المية. هاي المصفوفة أو هذا النوع الخاص من المصفوفات اللي بيكون فيه ما دون المين دايجونال. ما دون المين دايجونال يعني أي إشي هون وأي إشي يقبع هنا وهنا، بيكون أصفار، بيكون اسمها دايجونال ماتريكس ونفس الوقت سكوير ماتريكس. هلأ عندي سؤال لكم، المصفوفة هاي اللي قدامنا صفر 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 واحد، ممكن حدا يقول لي هاي شو اسمها؟ هل هاي أكيد سكوير؟ بدي أسأل، هل هي تعتبر دياجونال أم لا؟ ممكن حدا يقول لنا يس نو نعم لا وي نو سي، هل هاي المصفوفة تعتبر دياجونال ماتريكس؟ أنا هون صح. كلام آخر، حدا بيقول غير صح؟ نعم، حدا يقول أجل تمام صح نعم صحيح، هاي هي تعتبر دياجونال ماتريكس. عشان هيك دياجونال ماتريكس بطريقة أخرى بنسميها أو بنعبر عنها is a square matrix where in the main diagonal. لما نحكي main diagonal يعني لما i بتساوي j، هاي النوتيشن انت تقولها كتير منيح. ليش؟ لأنه هون i j، هون واحد واحد اثنين ثلاثة، لما i تساوي j يعني أنا بحكي عن عنصر بالمين diagonal. عشان هيك المين diagonal ممكن أن يكون موجود بمصفوفة غير square. نرجع is a square matrix in which all entry there is at least one entry not zero in the main diagonal. يعني على الأقل يوجد عنصر بالمين diagonal مش zero، وطبعا العناصر دون المين diagonal هي zero. فهي هي main diagonal، عفوا هي diagonal matrix. خلصناها، نروح للي بعده اللي هو لو رحنا لهاي المصفوفة. خلصنا سكوير ورحنا حكينا دياجونال هي سكوير، ولكن العناصر دون من دياجونال هي مش اصفار، على الاقل عنصر من الصفر. هلا نروح لنخصصها بشكل اكثر. A صفر 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 A صفر 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 A، هي اول شيء. هاي هي دياجونال، هاي هي صفر زي الايه طبعا، دير بالكم هاي هي سكوير ماتريكس، هاي هي دياجونال ماتريكس. وايضا العناصر المين دياجونال يعني لما نحكي لما اي اي جي، لما اي بتساوي جي بتساوي اي، انه العناصر على المين دياجونال متساويه، هاي اسمها سكيلر ماتريكس. سكيلر ماتريكس هيك اسمها، هاي بصراحة بعرف شو ايش تلزمه من مرهاش مرات علي ما بعرف، مهم هيك اسمها سكيلر ماتريكس. وطبعا اي عنصر اي اي جي لما اي ما بتساوي جي بيساوي زيرو، هاي هي طريقة التعبير عن السكيلر ماتريكس. هلا حكينا سكوير ماتريكس، دياجونال ماتريكس، سكيلر ماتريكس. نروح هلأ لمصفوفة هي طبعاً واحد صفر 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 واحد صفر 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 واحد. أنا كل شغلي دائماً تلات بتلات، لأنه أشهر إشي بنتعامل معه هو تلات بتلات أو اثنين بتلات. هاي هي مصفوفة عبارة عن سكيلر وعبارة عن دياجونال وعبارة عن سكوير، وإلها اسم آخر مشهور كتير اسمها الايدنتيتي ماتريكس. اي Identity matrix. matrix. هو بكفي هيك. هاي الـ Identity matrix رمزها هذا الـ هاي يعني مش لازم نزهها أبدا. لازم تكون حلقة دانك كتير قدام. رمزها IN. حكينا. لما تكون square matrix يكفي إنه أحكي is a matrix of order N. وعشانها Identity رمزها I. وهاي شو اللي بيميزها؟ حكينا سابقا Identity مرت علينا بالجمع. الـ Additive Identity لما تكون Zero Matrix، هاي هي عبارة عن الـ Multiplicative Identity اللي هي المصفوفة، أي مصفوفة بضربها بـ I الـ N، أي مصفوفة مربعة طبعاً بضربها بـ I الـ N
راح تعطينا A. عشان هيك اسمها Identity Matrix. هاي خلصنا. هلا نروح لنوع آخر. هذا النوع هون لازم تنتبه عليه لأنه كتير حيزمنا. اللي هو اسمها Triangular Matrix. بس في لها نوعين. في عنا ال Upper Triagonal. من اسمها لما نقول Triagonal Triangular. لما نقول Triangular جاي من Triangle يعني مثلث. يعني في لها شكل شبيه كتير بالمثلث. هلا هاي الماتريكس أول شيء راح نتفق إنها سكوير راح نتفق إنها سكوير ماتريكس. راح نتفق على شغلة أخرى إنه هاي أنا عندي هيك هاي المصفوفة. أم سيدنا محمد wait a minute هاي المين دياجونال هون. خلينا نأخذ عناصر زي 1 2 3 وهون مثلا 3 0 1. هلا هاي المصفوفه لما احطهم 0 0 0 هاي المصفوفه اول إشي بنلاحظ انه فيها شكل شبيه بالمثلث. ليش نستثني الاصفار تيجي هيك 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 وعشانها upper triangular فالمثلث العلوي فيه عناصر هاي اسمها upper triangular لانه العناصر اللي تحت المين دياجونال هما اصفار. طب لو اجينا سالنا هذا السؤال 1 3 0 لا عفوا 0 0 0 0 0 0 1 شو يعني هيك شكلها غريب. تمام بدي يس اور نو صح ام نعم هل هذه تعتبر upper triangular matrix؟ طبعا هي من دياجونال جاي هيك. هل هي تعتبر نعم ام لا؟ صحيح بالضبط. هلا اهم شيء بيهمني انا هو انه اي عنصر تحت المين دياجونال هو اصفار وصحيح هذا وهذا وهذا هذول اصفار بالتالي انا ما بيهمني اي شيء يعني المين دياجونال سواء كان 0 بالزيرو مش مهم لانه تعريف بس بيهمه مين دياجونال فبالتالي هي تعتبر upper triangular. بنفس الطريقة اللور تريانجولر اللور تريانجولر المثلث بيكون تحت مش فوق فتطلع لنا هيك. أنا مثلا محمد هي المين دياجونال نحدده ونسعى مصفوفة تكون 3 × 3 فنبلش 1 0 0 وهون عنا 0 2 3 4 5 6 وهي المثلث زي ما نلاحظ عم تعملنا شكل مثلث. ليش؟ لانه هيك جاي فبالتالي هي تعتبر lower triangular. ذكروا lower لان المثلث جاي تحت فاي شيء فوق المين دياجونال هو اصفر فهي هي lower triangular matrix. هلا راح نروح لشيء كثير مهم سبق وحكينا عن A transpose. هل حد عمره فكر انه ممكن انا الاقي مصفوف بحيث انه A بتساوي A transpose؟ فالجواب بكل تأكيد نعم يوجد. وممكن ناخذ على سبيل المثال اللي هي المصفوفة هاي امسنا محمد 4 7 9 7 0 1 و9 1 -1. طبعا حكينا احنا المين دياجونال لما نعمل ترانسبوز بدون مثل ما هو فانتوا بتلاحظوا فيها شكل معين انه هاي نفس هاي هاي نفس هاي. هاي المصفوفة لما A فيها بتساوي A ترانسبوز اسمها سيمتريك. ليش؟ لانه شو يعني سيمتريك؟ يعني متماثلة يعني هي المين دياجونال فبنلاحظ احنا في تماثل. هاي نفس هاي هاي نفس هاي المين دياجونال هو الخط اللي بيعملنا هاي سيمتري. فهذه هي سيمتريك ماتريكس. نروح لشغلة أخرى لما A ترانسبوز تساوي ماينس A أهم إشي إنه كتير ننتبه لآخر تنتين هاي مصطلحات جدا مهمة. ف
is called symmetric matrix. فنروح ل لما A transpose بتساوي minus A, هاي اسمها skew. شو يعني skew؟ skew يعني منحرف, يعني منحاد, يعني صار في انحراف. skew symmetric matrix. وإذا بنحب نأخذ مثال عليها فبنمسك نفس المثال السابق أو هي مثال آخر. minus 7 9 minus 1 7 minus 9 and 1. شو بنلاحظ هون؟ هاي المين دياجونال أو simple line. العنصر هذا هو هذا والعنصر هذا هو هذا, ولكن شو اللي أفرق معناه؟ اللي أفرق معنا إنه هاي هو سالب هذا. وأنا في شغلة نسيته هون, الواحد نفس الواحد هون, السالب واحد هي الواحد هون. فهاي اسمها skew symmetric, نفس الشيء symmetric, ولكن عند الخط التماثل هذا شو بيصير فينا؟ بيصير فينا عكس الإشارة فقط لا غير. وهذا هو كل ما يتعلق بأنواع المصفوفة. نحاول نركز فيهم كتير منيح. إذا في أي استفسار أي شيء هلا رح ننتقل لآخر موضوع معنا اللي هو المولتيبليكيشن, وبضل بعدها إن شاء الله الأسبوع القادم رح نتناول موضوع الرو أوبريشن وديتيرمينانت. تقريبا بنجز جزء كتير منيح المادة هيك ساعتها. هلا المولتيبليكيشن, إحنا المولتيبليكيشن حنجزئه إلى ثلاث أجزاء. أول جزء هيكون scalar multiplication اللي حكيته سابقا. حكيت أنا قلت لما C A transpose, ف scalar multiplication هو أي عنصر C تضربه بالمصفوفة A, بالتالي بتساوي. هلا إحنا حكينا كيف نعبر عن المصفوفة A. أنا بعبر عنها ب A I J هيك هيك M cross M. أنا مسكت C هون برا, لما أضربها شو راح تساوي؟ راح تساوي C A I J. أنا بكتب بدلالة notations يمكن هذا الشيء ما يلزمنا, بس حلو إنه نفهم الشكل العام الصيغة العامة. ممكن يجيبونا سؤال ثاني شيء معين وهذا ذلك من هذا الخراف. فأنا بمسك العنصر بضربه بكل عنصر جوا هاي المصفوفة, وهاي كلها بنعرفها من التوشيح. مثلا أنا أخذ المصفوفة 1 1 2 2 وجبت مثلا قول باي, راح تساوي باي باي 2 باي 2 باي just and only. فهذا هو كل ما تعالى. هلا نروح للموضوع اللي بعده. هلا احنا هون الاوردر شو ماله؟ الاوردر m كروس n, m كروس n, سواء كانت سكوير مش سكوير ما بهمناش بالوقت الراهن. شو راح تصير هون؟ اجي اكيد m كروس n. ليش؟ لانه ابدا ما بيأثر السكيلر على الاوردر. هلا نروح ل row vector multiplied by column vector. شو يعني row vector؟ row vector يعني صف 1 1 2 2, او شو الدايمنشن له؟ صف 1, اذا 1 كروس 4. نروح للي بعده column vector 3 2 1 2, الدايمنشن له كم؟ 1 في 4. عفوا غلطت. حاول نبون على اي غلطه بغلط رجاء. 4 كروس 1. فشو بنلاحظ هون؟ انصنا محمد, لما نضرب هاي في هاي, هلا بدنا نيجي على قاعده اخذناها وبنعرفها كثير منيح. لما انا بضرب مصفوفه m كروس m في مصفوفه n كروس m, ممكن صارت شوية بالحكي, ولكن لازم لما نضرب أي مصفوفتين في بعض لازم أول شرط يتحقق إنه هذول الأوردر هون يكون متساوي. لازم هذا الإش يكون متساوي, فبالتالي الأوردر هو M كروس M. بحالتنا هون إحنا عنا إنه واحد أي لون آخر شو بعرفني أخبر, 1 في 4. 4 في 1, أول إشي أول سؤال, هل n تساوي n؟ نعم 4 تساوي 4. شو الأوردر راح ينتج؟ هو 1 في 1. الجواب اللي راح ينتج صح إنه رقم. ليش؟ لأنه 1 في 1 يعني فعليا مصفوفة فيها رقم 1, ولكن بضلها ماتريكس 1 في 1.
مش ما هاش سكيلر ابدا. لازم ننتبه كثير من احنا للخطه لانه في فرق بين سكيلر وبين ماتريكس. هلا اللي بعديها راح ننتقل لمين نحل سؤال عليها اللي هو هذا السؤال. واحد واحد تنين تنين لما نضرب بالمصفوفة هاي 3 2 1 2 احنا كلنا يعني ممكن بس اجيب هالخطوات ولكن خلاص كلنا نعرفها. لما انا بدي اضرب اي مصفوفة انا بمسك الصف في عمود. عشان هيك احنا قبل ما نعرف الضرب ما تتبع ما تريكس عرفنا الرو في كولوم لانه هذا هو اللي على اساسه تعرف ضرب المصفوفات. انا بمسك الصفر في هون بمسك العنصر هذا واحد في ثلاثة الجواب واحد ضرب ثلاثة زائد بمسك العنصر هذا واحد في اثنين واحد في اثنين زائد بمسك العنصر هذا بلس 2 في 1 زائد 2 في 2 بالتالي الجواب كم حيطلع 3 زائد 2 زائد 2 زائد 4 8 11 الجواب 11 مش رقم وإنما مصفوفة 1 في 1 هذا هو اللي على اساسه احنا راح نعرف ضرب المصفوفات. عشان هيك احنا بلشنا ب رو فيكتور تايمز كولوم فيكتور. بس هلا انا عندي سؤال لكم. طيب هل انا بقدر اضرب كولوم فيكتور في رو فيكتور؟ يس اور نو. هل بقدر اضرب كولوم فيكتور في رو فيكتور؟ هل يصح؟ هل بزبط؟ هل بطلع جواب؟ هل بقدر معرف صح ام لا؟ يس اور نو. هل انا بقدر اضرب كولوم فيكتور في رو فيكتور؟ كرايلت صحيح. ليش؟ لانه 4 في 1 عفوا 4 في 1 وين درو هاي 4 في 1 وهاي اللي هون 4 في 1 هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن كولوم. وال1 في 4 هي عباره عن رو. فمنلاحظ اول شيء الواحد تساوي واحد اذا يجوز الضرب. الجواب اللي راح ينتج هو مصفوفه كبيره 4 في 4. تخيلوا انه هذا الشيء ضرب هذا الشيء حيعطينا مصفوفه فيها 4 في 4 انتريز والمفروض انه بنعرف كيف نضربها ما بتغلب. نروح لاخر شيء اخر موضوع معنا لليوم. مش اخر عليكم يوم جمعه بدي هذه روح مش عارفين سهرات ولا شيء. ماتريكس باي ماتريكس اللي هو لما انا بدي اضرب امثله محمد ماتريكس A تايمز ماتريكس B such that M كروس N. وهون لازم 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 N كروس سعيته هون ما بيهمني خلينا نقول Z. اول شيء n تساوي n يجوز الضرب. الناتج هو order m cross z. هلا كيف راح يصير الضرب؟ بدنا نسهل عليكم بدناش نعرفه بالخزعبلات هاي اللي بصير شو الرموز. انا راح امسك المصفوفة هاي a b c d e f و g h i راح اضربها بالمصفوفة. شو ضل احرف بالعربي بالانجليزي اف جي دي جي اس ار جي كي ال ام ان اف جي 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 كي ال ام ان او بي كيو ار. اول شيء هاي مصفوفه 3 ب 3 3 ب 3 بالتالي 3 تساوي 3 والناتج هو مصفوفه 3 ب 3. عشان نبلش الضرب اليه الضرب بصير كالتالي عشان نحفظها سهله حالنا هي صف في عمود. فأنا بضرب صف في عمود رح نرجع لوين؟ للرو فيكتور باي كولوم فيكتور. بمسك أنا عنصر في الجي زائد هاي في هاي زائد هاي في هاي. فرح نستنتج بعديها شغلة مهمة ألا وهي بالمصفوفة هاي إحنا شو عملنا؟
ضربنا الصف الأول، بالتالي إحنا ضربنا هلا عشان نفهم كيف الأوردر بيصير إن في زد. أول إشي إن في إن ليش؟ لأنه أنا راح أضرب صف في عمود، هذا اللي هون هو العمود تبع هاي، هذا هون هو الصف تبع هاي. إن تساوي إن يجوز الضرب. ليش؟ لأنه تخلط مثل إشي. هلا أنا شو راح أعمل؟ هاي هون رقمه ترتيبه واحد، فبالتالي إم هون بتساوي واحد، وهذا اللي هون ترتيبه واحد، فبالتالي العنصر الناتج من ضرب الروب الرو ماتريكس بالكولوم ماتريكس من الأول رو في هذا الرو هو راح هو عبارة عن اسمه A B واحد واحد، هذا هو العنصر تبعها. طب أنا هلا بسألكم سؤال أخير ننهي فيه لليوم. لو أنا ضربت هذا نغير اللون، لو أنا ضربت هذا الرو في هذا الكولوم، العنصر الناتج شو راح يكون الأوردر تبعه؟ ممكن حد يكتب لنا العنصر راح ينتج من ضرب هذا الرو في الكولوم هذا، 2 كروس 3. شكرا كثير على تفاعلك وجودك معنا. صح، ليش؟ انه صف ثاني عمود ثالث، فبالتالي الناتج هو 2 كروس 3. هذا هو كل ما يتعلق في الضرب. رح نتقل إن شاء الله الأسبوع القادم اللي هو ما يتعلق بخصائص الضرب، ملاحظات مهمة، Elemental Operation وDeterminants. وهيك كن قطعنا إن شاء الله شوط منيح، عشان بعديها راح ننتقل إنه نحل الأسئلة الموجودة بالكتاب. رح ننتقل إن شاء الله أسئلة، ورح نصير نحاول ننزل أسئلة عشان أنتوا تحلوها ونساعدكم بحلها. واستعدوا انه ممكن نصير لنا زي كويزات مسابقات شيء تفاعل يكون يعجبكم ان شاء الله. شكرا لكم انكم ضليتوا معنا هذا الوقت، ان شاء الله ما نكون ازعجناكم، عشان نكون حكينا شيء غلط، وان شاء الله نكون فدناكم. شكرا كثير، يعطيكم الف عافيه وتصبحون على وطن جميل.